لو الحكاية فيها إن فيتو فنحن أرض بس هي أرضنا كما هي أرضكم ولن يلعب أحد فينا لن يأتي أحدا بدماء النوبيين لن يأتي رئيسا بدماء النوبيين ونحن كلنا راعية واحدة ولا نقف وقفة واحدة مع شعبنا ويرضى نقف معنا هذا تاريخ الحضاري ملككم قبل أن يكون ملكنا كل شباب النوبة نزلوا معنا في 25 يناير نزلوا عشان فين التطبيع على الأرض؟ يلي بتقولوا انه بيين جزء مننا يلي قعدتوا تقولوا انه بيين جزء مننا انتوا فين لما بنتدبح؟ اللي ساكنين معانا هنا في عابدين ولا في بلاق وبقول لنا انتوا اخواتنا احنا بنقول لهم انتوا فين؟ ما بتدفعوش عننا ليه؟ مدير الامن كان فين لما عملت المشكلة؟ مدير الامن كان فين؟ يلي بتسأل زعل ليه؟ قتلوا اخويا يا سعادة البيت قتلوا اخويا يا سعادة البيت يلي بتسأل انتو مين يلي بتسأل انتو مين احنا الاصل النوبيين احنا الاصل النوبيين ايوه الاصل ومصريين ايوه الاصل ومصريين اسمع يا وزير الداخلية اسمع يا وزير الداخلية الهلالية بطلقية الهلالية بطلقية يقتلوا فينا ويحرقوا فينا يقتلوا فينا ويحرقوا فينا يقتلوا فينا ويحرقوا فينا يقتلوا فينا ويحرقوا فينا والداخلية تبص علينا والداخلية تبص علينا احقرتونا وهجرتونا احقرتونا وهجرتونا وعن بلادنا بعدتونا وعن بلادنا بعدتونا ياللي بتسأل زعلان ليه ياللي بتسأل زعلان ليه قتلوا اخويا يا سعادة البيت قتلوا اخويا يا سعادة البيت ياللي بتسأل انتو مين ياللي بتسأل انتو مين احنا الاصل النوبيين احنا الاصل النوبيين ايوه الاصل ومصريين ايوه الاصل ومصريين اسمع يا وزير الداخلية اسمع يا وزير الداخلية الهلالية بطلقية الهلالية بطلقية عمركم سمعتوا عن غزو من الجنوب ولا كاتب نوبي ولا كاتب نوبي ولا كاتب نوبي ولا كاتب نوبي ولا مخابرات نوبي من الجنوب بوابة مصر الجنوبية هي النوبة بوابة مصر الجنوبية هي النوبة عايزين تهدوا البوابة دي ردوا عليا عايزين البوابة دي تتهد لا ولسه حل ده هتفضل بوابة مصر وهتفضل الحرسة هتفضل هي الحرسة الجنوب مصر وهي الامتداد لمصر ياللي بتسأل احنا مين ياللي بتسأل احنا مين احنا كلنا نوبيين احنا كلنا نوبيين احنا اصل مصر احنا اصل مصر احنا وحدنا مصر احنا وحدنا مصر من ده حد واحنا مش هنسمح اللي فاتنا تقوم في الجنوب احنا حماة الجنوب وهنحافظ على البلد دي عشان احنا اصل البلد دي واي حد هيتكلم عن الانفصال دي يبقى مش نوبي دي بلدنا واحنا هنحافظ عليها الفتنة اللي بتحصل في النوبة دي لازم الجيش والشرطة يتدخلوا واحنا احنا عايزينها دولة قانون واللي اللي عمل مشكلة لازم يتعاقب انا عبود العواف قرية وادي العرب المفروض في المذبحة دي مقبلة اجتماع دي المساعدة الله معاهم
اسلحه. هم مين؟ هم مين؟ ها؟ بني هلال كان معاه اسلحه. بالنسبه للدبوديه الناس مسلمين وناس بتعطينا وقت حضرتك. النوبيين دايما مقتنعين مش بتعمل مشاكل ولا حاجه. هنا بقى المفروض الحفظ الصوان المفروض كان من الاول تدخل مع الامن وبعدين كان واقف المذبحه دي ما كانش حصل المجازر دي اللي احنا فيها حاليا دلوقتي. احنا نطالب من رئيس الوزراء حضرتك يشوف حل للناس دي حضرتك يشوف مساواهم يجيبوا الناس بتوع مشايخ الازهر ملك الازهر يشوف الناس دي يقعد مع الناس دي يقعد مع الطرفين ويشوف الدماء دي ماخد بال حضرتك وننهي العمليه دي ما نبقاش احنا ماخد بالك مستهدفين النوبيين دول ناس عندهم كرم وناس اصلا طيبين وناس ما لهمش في الخناقات وما لهمش في اي حاجه ماخد حضرتك المفروض الناس دي ماخد حضرتك يشوفوا لها حل يجيبوا بتوع الازهر يجيبوا ماخد بال حضرتك بتوع الكنيسه يجيبوا جميع الناس الكبار في البلد ويقعدوا مع الناس دي ويشوفوا الدماء دي سالت ازاي وربنا يعمل ما في الخير ان شاء الله احنا مش عاوزين دماء ومش عاوزين اي حاجه عاوزين البلد تبقى كويسه وتمشي كل حاجه احنا اصلا مصريين وبنحب مصر اصلا احنا ضحينا بكل حاجه ده احنا ضحينا بالسد العالي عشان مصر تبقى كنوبيين النوبيين 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 هم ضحوا بالسد العالي حضرتك عشان خير لمصر حضرتك عشان احنا مقبلك مصلحه مصر مصلحه تهم النوبيين كلهم مش تهمني انا تهم النوبيين كلهم لان النوبيين دول جزء من مصر المفروض الناس دي تحافظ على مصر حضرتك مصر دي مقبل حضرتك تعتبر زي سينا سينا دي ما خد بالك اسمعني سينا فيها قوات مسلحه وفيها كل حاجه ليه ما يحطوش هناك قوات مسلحه؟ النوبه حضرتك احنا نطلب من القائد بتاع القوات المسلحه يشوف الناس دي بتمشي ازاي يعني طالب من الجيش التدخل على التدخل عشان يسحب الاسلحه من الطرفين والشرطه معاهم يشوف الاسلحه دي مع مين ياخد الاسلحه دي من الناس دي الاسلحه دي دلوقتي في يد كل واحد مع العيل الصغير معاه طبنجه ومعاه بتاع الاسلحه دي لازم يشوفوا لها حل الناس كده مهدده بس عربيه سلاح النهارده طب اسم حضرتك عبد الرازق عوض خالد محمد تمام النهارده جمعيه المضيق النهارده مين نظم الوقفه الملتقى الكندي الملتقى الكندي ده عباره عن يعني 20 قريه كنديه تبدا من دابود انتهى المشكله لحد قريه المضيق شايف مطالبكم ايه من الوقفه لا مطالبنا كتير احنا حقنا مهدور كل من الناس استضفناها عندنا استضفناها في بيتنا وما لهمش مكان اساسا وقعدناهم عندنا استضافه النهارده بيضربونا بالنار اللي هم مين؟ الهلايلة جمس هم هلايلة وجمس جمس جمس كان شغلتهم ايه؟ شغلتهم ايه؟ كان شقايين بتوع مية واساسهم مش مصريين يعني دول ناس احنا صدفناهم قعدناهم عندنا في مكاننا لان احنا ناس نوبيين ناس طيبين ناس مضيافين ناس نقعد في الكرم عندنا شهامه قعدنا الناس دول عندنا للاسف دفعوا علينا السلاح واحنا كنوبيين كان عندنا نهوه صيد فكان عندنا مناطق صيد الحكومه قالت لما قالت سلموا السلاح سلمنا كل السلاح سلاح الصيد المرخص سلمناه للحكومه وهم معاهم آلي معاهم قالي بيضربونا بقالي حضرتك بتطالب ايه من الحكومه او بتطالب انا بطالب من الحكومه الناس دي اول تمشي من اسوان مش مكانها دي اول حاجه اسوان دي بتاعتنا احنا امشي من اسوان طلعنا فيها دي مش دولنا طالبنا المحافظ خارج نطاق المحافظ هم من الجزيره العربيه هم مدير الامن مش مننا هم لان شايف ان كان في تخاذل من الامن نعم تخاذل 100% تخاذل ده حاجه صوره واضحه دي حاجه صوره واضحه جدا ده تخاذل لقط الحدود سابوا القريه ومشوا سابوا التامين اسم حضرتك انا اسمي محمد سيد حسين من ابناء تماس وعشر القريه الوسطى تمام حضرتك النهارده منظمين الوقفه ليه؟ الوقفه احنا بنندد بالمجزره اللي حصلت وبالغياب التام افراد الجيش وافراد الشرطه محافظه اسوان محافظه حدوديه ومعروف في كل انحاء العالم ان جميع المحافظات الحدوديه بيبقى الجيش باصص سيطرته على ايه؟ على المحافظات الحدوديه وضع النوبه زي وضع سينا الجيش باصص سيطرته في سينا لكن في الجنوب لا جيش ولا شرطه
غياب الامن. انت قلت ان دلوقتي عملنا قوات اسمها التدخل السريع لمكافحه الارهاب. اين القوات دي؟ هل موجوده في سيناء فقط ولا في جميع انحاء الجمهوريه؟ احنا ما لمسناش كمواطنين ابناء النوبه القوات دي. المفروض اول ما كانت حزت المجزره دي كانت القوات اللي انتوا اعلنتوا عنها على الملأ كانت تدخلت في الموقف وسيطرت على الاوضاع. هو حضرتك عايش هناك؟ حضرتك عايش هناك؟ في أسوان؟ أنا في أسوان؟ أنا في أسوان بس يعني باجي هنا لي أخويا هنا ولي أخويا. لكن أنت جاي النهاردة عشان تشارك في الوقفة يعني. عشان أشارك في الوقفة إن شاء الله. أنت بتطالب من الحكومة التدخل؟ أنا بطالب من الحكومة أن يبقى فيه جيش ولا فيش جيش. كل المناطق الحدودية يبقى فيها جيش زي سيناء. إحنا مهمشين خالص. هم كل تفكيرهم سيناء. هل الدنوب مش هو مش تبقى؟ طب أنت شايف أني طرف المدان؟ انا شايف ان الدوله اللي هم قايمين على يعني من طرفين النزاع شايف مين مين انا شايف ان كله مدان. ان القتل في القتل هنا ولا هنا يعتبر حرام. فانا كل بحمل مسؤوليه على الجميع. لان الكبار ما دخلوش ولا قوات. انت بتقول احنا دوقت في حرب على الارهاب. هم اللي هيطلق رصاصه في اي حته من مصر قوات اللي احنا سمعنا عنها ما شفناهاش على ارض الواقع المفروض تخش. Vida.